السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزتي حواء، أهلا بك معنا لقاء جديد وفقه المرأة. اليوم من خلال هذا اللقاء بيسعدنا أن احنا يكون معنا فضيلة الشيخ دكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية. موضوعات كثيرة تخص هذا الشهر الكريم نلتقي فيها مع حضراتكم من خلال هذا اللقاء. نذهب معكم لهذا الفاصل ونبدأ لقائنا مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها المشاهد الكريم، كل عام وأنتم والأمة الإسلامية كلها من أقصاها إلى أدناها ومصرنا الغالية كلها بقياداتها وأهلها بخير أجمعين بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك الذي نحيا في رحابه ونتمتع ببركاته ورحماته وننعم بفضل الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. ونقول مرارا إن في شهر رمضان نرى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يتحدث وكأنه كالمهنئ والمبشر للأمة بهذا الشهر الكريم، وفي بشراه صلى الله عليه وسلم وفي تبشيره بهذا الشهر الكريم نرى المزايا والهدايا والكرامات التي يتكرم الله تبارك وتعالى بها على الأمة الإسلامية في هذا الشهر المبارك. فحينما يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين. وفي حديث آخر يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث المبارك نرى عدة أمور: أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة بأن هذا الشهر المبارك فيه كرامات وفيه هدايا وفيه رحمات وفيه عتق من النار من الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. مردة الجن قيل هم يعني رؤوس الشياطين وكبارهم وزعماؤهم في الغواية وفتنة بني آدم. صفدت يعني غلت أيديهم عن وساوسهم التي تفسد على المسلمين صيامهم. وقيل أن المقصود
أنه يقل تأثيرهم، لا أن يحجب تأثيرهم بالكلية. يحجب تأثيرهم بالكلية عن الذين عرفوا حق الصيام وأدوا الصيام حقه والتزموا بالأوامر الشرعية والتزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء تغل عنهم الشياطين ومرضة الجن، وقيل أنه يقل تأثير الشياطين ومرضة الجن عن بني آدم وعن وساوسهم لبني آدم أو للمسلمين الصائمين في هذا الشهر المبارك. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تأثير الشياطين ووساوسهم. وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب. قال بعض العلماء أن الغلق والفتح هنا على باب الحقيقة، أي تغلق حقيقة أبواب النار وتفتح حقيقة كل أبواب الجنة، وهذا من فضل الله ورحمته وتكريمه لأمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك. وقيل إن الأمر على المجاز في التعبير، فالمقصود بفتح أبواب الجنان وغلق أبواب الجحيم يعني فتح أبواب الخير ومسالكه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، وغلق أبواب الشر ومسالكه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. وبهذا التعبير يكون الكلام تأكيدا لما قبله حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصفدت الشياطين ومرضت الجن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذن في شهر رمضان دعوة لكل أبواب الخير ولكل أهل الخير ولكل محب الخير، وكأنه يقول: يا من تحبون الصيام أقبلوا، ويا من تعشقون القيام، ويا من تحبون القرآن، ويا من تحبون الصدقات أقبلوا، فهذا موسمكم، هذا موسم للخير في رمضان، لأن تتقربوا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الفضيل بكل الأعمال التي تحبون أن تتقربوا إلى الله تعالى فيها. ويا باغي الشر أقصر: يا كل من تدمن الشر وتدمن المعاصي، ليس هذا وقتك وليس هذا موسمك. أقصر عن الشر، أي ابتعد عن الشر وتب وارجع إلى الله تبارك وتعالى، وافتح صفحة جديدة بيضاء مع الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المبارك يقول: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. إذن هو يبشرنا صلى الله عليه وسلم بأنه يكثر العتق من النيران في هذا الشهر المبارك، عتق من النار في كل ليلة. لمن هذا الفضل ولمن هذا الكرم؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي التزمت بأوامر الله والتزمت بفرائض الله في هذا الشهر المبارك. لهذا أيها المشاهد الكريم، وجب علينا أن ننتبه لقيمة الحدث وقيمة الزمان الذي نعيش فيه، الزمان الفاضل المبارك شهر رمضان، والحدث المبارك وهو فريضة الصيام التي نؤديها ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. أيها المشاهد الكريم، نستأذنكم في فاصل ثم نعود مرة أخرى إن شاء الله تعالى. حي الحسان الخيران، حي الحسان الخيران،
حي العقول النيرات، حي الأنوثة في جناد المؤمنات العاقلات الداعيات إلى العلا الواثبات الناهضات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الفضليات، ونحن نعيش في رحاب شهر الصيام. في هذا الشهر الكريم افترض الله علينا فريضة عظيمة، ألا وهي فريضة الصيام. قال الله تبارك وتعالى في حق هذه الفريضة المباركة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام فرض من الله تبارك وتعالى، لكن الآية تبين أن الصيام لم يفرض لأول مرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان مفروضا على الأمم السابقة، حتى يذكر لنا بعض المؤرخين أن أول من صام في رمضان هو نبي الله نوح، وأقوال كثيرة في هذا الصدد. لكن الصيام من العبادات التي عبد الله تبارك وتعالى بها على مختلف الأمم في تاريخ البشرية كلها. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هنا تتضح حكمة عظيمة من حكم الصيام، أن يدرب الإنسان نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى، وعلى تربية النفس وتهذيبها بما يرضي الله تبارك وتعالى ويتفق مع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الصيام، هذه الفريضة فيها بعض الخصوصيات. يعني حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يروي لنا حديثا عن رب العزة جل في علاه، حديث قدسي، حينما يقول الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنا ينتبه العلماء وشراح الحديث والفقهاء أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فنسب الله تبارك وتعالى الصوم لذاته ليكون له خصوصية عن بقية العبادات. والسؤال الآن: لماذا نسب الله الصوم لذاته؟ قال العلماء: لأن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها الرياء ولا تدخلها السمعة، فهو سر بين العبد وربه، عبادة يكابدها العابد وحده ويعلم صدقها المعبود وحده سبحانه وتعالى. وشاهد على ذلك أننا لو كنا في أيام الإفطار وبيننا صائم أو صائمة ويخفي صيامه فيما بينه وبين الله، لا يعلم أحد بصومه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن في شهر رمضان والأمة صائمة وبيننا مفطرون يخفون إفطارهم، لا يعلم بهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فالصيام سر بين العبد وربه، سر لا يدخله الرياء، بعيد عن الرياء. الإنسان قد يرائي ببعض العبادات، قد يصلي عافانا الله وإياكم ويرائي بالصلاة، يحج يرائي بالحج، قد يزكي أو يتصدق ويرائي بصدقته، أما الصوم فكيف يرائي به؟ فهو سر بين العبد وربه،
لذلك قال ربنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حكمة أخرى ذكرها العلماء أن الصوم هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله تبارك وتعالى، يعني لم يعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالذين في الأمم السابقة الذين عبدوا آلهة غير الله، الذين عبدوا الشمس، الذين عبدوا القمر، الذين عبدوا الكواكب، والذين عبدوا الأصنام، والذين عبدوا آلهة غير الله تبارك وتعالى، تقربوا لآلهتهم بصنوف من العبادات، ولم نسمع أبدا أن أحدا منهم صام لإلهه، لم نسمع أبدا أن أحدا صام للشمس من عباد الشمس، أو صام للقمر، أو صام للأصنام. فالصيام لم يعبد به إلا الله تبارك وتعالى، لذلك قال الله ربنا سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يكفي من فضل وشرف هذه العبادة الكريمة. أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدات الفضليات، نحن نحيا في ظل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان هو شهر الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين في فضل ذلك: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هو أيضا شهر القيام لمحبي القيام، شهر التراويح يصلي فيه الناس بعد العشاء صلاة التراويح، يجتمع فيها الكبير والصغير، وقد تذهب إليها أيضا بعض النساء في المساجد والمصليات الخاصة بالنساء. فهو شهر القيام، نبشر أيضا كل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان هو شهر القرآن، والقرآن يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال بعض العلماء وبعض المفسرين أن هذا الشهر المبارك لم ينزل فيه القرآن فقط على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل كتب السماء نزلت في رمضان، التوراة نزلت في رمضان، والإنجيل نزل في رمضان، والزبور نزل في رمضان، حتى صحف إبراهيم وموسى قيل أنها نزلت أيضا في رمضان. فهذا الزمان المبارك، الشهر الفضيل، هو متنزل لرسالات السماء ولكتب السماء التي جاءت لهداية أهل الأرض جميعا، وكفى به فضلا وشرفا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: إي ربي، منعته الطعام والشراب في رمضان فشفعني فيه. ويقول القرآن: إي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان، يعني يقبل الله شفاعة الصيام والقرآن ابتغاء مرضات الله، وقارئ كتاب الله ابتغاء مرضات الله. لذلك أختم وأقول حتى لا أطيل على حضراتكم: إن المسلم وإن المسلمة واجب عليهما أن يجعل له برنامجا في هذا الشهر المبارك، برنامج يضمن له أن يؤدي العبادات والفرائض في مواقيتها ومواعيدها، ويضمن له قسطا من الراحة حتى يستعيد النشاط لأداء العبادة في اليوم الذي يليه، ويضمن له أن يخصص وقتا من وقته في يومه وليلته لتلاوة القرآن وتدبره، وتلاوة الأذكار والاستغفار والتسبيح وتدبر ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية كلها بخير أجمعين.